بشكرك، بس الحقيقة يعني يعني دي الأسباب اللي بتدفعهم لعدم تعيين المرأة قاضية، بنسمعها، والحقيقة ده يعني يعني بحثا عن إزالة هذه بص العوائق من أجل الوصول إلى اللي عصبي. مساواة كاملة يعني. بص طيب الدكتورة، عايز هاخد بس دكتورة أنيسة حسون عضو مجلس النواب. دكتورة أنيسة أهلا بيكي. اهلا وسهلا استاذ وائل، انا أهلا بس عندي بحضرتك. تعليقات قد يكون عريض، اتفضلي يا فندم، اتفضلي. وبرجو من حضرتك انك تديني حصانه في ان محدش يقطعك. طب صدر. اتفضلي، انا ببدا محدش بس يا جماعه يقطع، نعلي الصوت يا جماعه شويه، اتفضلي. اولا بقول تعليق مبدئي، وهو سياده المستشار عادل بيقول اصل الناس والراي العام ما يعرفش الدخائل. لا، انا متربيه في عيله قضائيه كان فيها وزير عدل، كان فيها رئيس محكمه نقض، وكان فيها استاذ قانون دستوري يعني علم اجيال من الناس. لم اسمع في حياتي هذه التفسيرات الانتقائيه والمغرضه ضد المرأة. انا بعتبرها اهانه وسوء استخدام للعبارات في اللي حضراتكم قلتوه، الرجال اللي قاعدين في الحلقه والناس علقت عليه خلاص. لكن انا بسال سؤال، ازاي الاستاذ عصام يقول هو انتوا كمان بعد شويه هندافع عن حقوق الرجل؟ حضرتك بتخلق فتنه كده يا استاذ عصام، بتتكلم على ايه؟ عايزك بتقسم المجتمع لنساء ورجال، كلنا متساويون امام الدستور وكلنا عارفين حقوقنا، حضرتك مش من حقك تتكلم كده. ثانيا انا مقتنعه تماما ان حضرتك رايك كده، وبالتالي تستطيع حضرتك ان تفرضه على زوجتك او بناتك، لكن لا تفرض رايك على نساء. ارد. طيب دكتوره انيسه هتكملي، اتفضلي. لو جه دلوقتي السيد رئيس الجمهوريه وزي ما عمل في قانون المواريث بالنسبه للمراه في الصعيد وقال لا، يعني انا اؤيد صدور قانون يقول كذا، لو هو قال اؤيد صدور قانون ان المراه تجلس كقاضيه في الحاجات دي، حضراتكم هيتنفذ ده لما يطلع تشريع من مجلس النواب زي ما الدكتوره سودي عملت؟ ثانيا هل المراه في العالم الخارجي اللي حضرات الضيوف بيقول لك احنا مش عايزين نبقى زيهم، احنا ما وصلناش زيهم، هل هم عندهم النساء لا يلدن لا يجلسن في المنزل لاسباب؟ يا فندم يا فندم ما يصحش، انا حزينه جدا جدا ان المراه تهان بهذه الطريقه، اصلها حساسه، اصلها لا 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 يفهم يا هانت، المراه هي امنا واختنا. بشكرك يا دكتور. يعني ما هو يا هانت في نص ثانيه. طب في لا في نص ثانيه، اتفضل نص ثانيه. اولا يعني يعني الجميع لاحظوا اهانه المراه والتعامل معها لانها وعاء جنسي يعني. أولاً المراه المصريه ليست كذلك يعني. اولا الدين والاحكام الشريعه لما منعت المراه من القضاء وقالت ان اسباب انها مراهفه الحس وعندها شعور ضعيف قدام اي حد، والله في رجال كده ايضا. طيب ده ليس عيبا في المراه. طيب اكمل الفكر، ليس عيبا في المراه، ده اكتمال لها وقد يكون نقصان. طيب عند الرجل هذا امر. الامر الثاني ان المراه الاخت والزوجه والبنت والام اللي الرسول عليه الصلاه والسلام في اخر خطبه من خطب من خطبه الوداع اوصى عليها، قال الام اللي هي برها من بر او رضاها من رضا الوالدين. طيب الاخت عشان ما عنديش وقت والله، بس عايز اقوله في نص ثانيه. انا عايز اقول ان الاستاذه انيسه ان احنا فعلا لسنا ضد المراه، والمراه هي امي وهي اختي طيب وزوجي في 10 ثواني، فاحنا لازم نقدرها ودي تجربه وليد 10 ثواني بس عشان الوقت. ممكن اتنازل لا 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 ادفع. انا شايف الحقيقه ان الكلام اللي انا قلته ده عن طريق اللجنه انا مش مختلف مع الدكتورة ومع الأستاذة. بس انت قلت اللي حصل في اللجنة يعني. هذا ما حدث فعلا في اللجنة. طيب وهم ما استطاعوش ان يردوا. طيب علي بدليل لو سمحت لي عشان بس الوقت عشان الوقت ما يهمش اسمه. ما حدث ان بيقولوا ان هم قبلوا بلاء حسنا في القضاء العادي وهم موجودين فعلا. لو في حاجة نجحت شخصية القاضيات اللائي نقلنا الى القضاء اضطر القضاء يعمل لهم. طيب ايه دكتورة ميادة في ما يهمش 10 ثواني يعني. المرأة فعلا موجودة بالفعل في القضاء سواء في الهيئات القضائية أو في القضاء العادي، وأثبتت وجودها، وأعتقد أن النص الدستوري طيب صريح. دكتورة سوزي بصراحة يعني الحقيقة زي ما قلت لحضرتك أنا فوجئت بهذا النقاب الفكري يعني أنا بقول دي بس أنا على فكرة ولكن أنا تحدثت مع عدد كبير من القضاة سمعت منهم نفس هذه العبارات.
يبقى لكن هم لا ما يعني لا يستطيعوا الحديث بموجب مناصبهم. اذا لم يرد علي وزير العدل فيما يتعلق بالسؤال الذي وجهته له في مجلس النواب ودي احدى ادواتي الرقابيه لمخالفه تطبيق الدستور سيتحول هذا السؤال الى استجواب بعد الفاصل.